النهارده برضو معانا الجولف 4 البريئه. هل هي بريئه ولا مش بريئه؟ هو ده السؤال. واضح انها مش بريئه. واخدين بالكم ده في هنا انتركولر ضخم جدا، انا شايف الرادياتير بتاعه، في شويه سباكه في العربيه مش قليله برضو كمان. طيب دي جولف 4 ولكن ما هياش ستوك خالص. تعالوا نشوف حالة الكاوتش أهم حاجة، ومقاسه 215 45 17 حلو، وكومه كمان فردة حلوة، والظريف إنها صراحة تبان سليبر لأنه فتحة شكمان طبيعية لحد كبير. ومن جوه تعالوا نشوف كده، ناخد لفة قبل ما نتكلم مع صاحبها رفيق. اوكي، عجلة القيادة دي متغيرة ومانيول خمس سرعات، فرش شكله حلو برضو، وبرضو العدادات دي شكلها متغير، هنتكلم معاه ونسأل. وفي هنا ايه العداد بتاع التوربو بتاع البوست. ازيك يا رفيق؟ الحمد لله تمام. ايه الاخبار؟ كله تمام. ايه اللي انت عامله يا شيخ؟ ايه اللي انت عامله؟ احكي لنا. جولف 4 كانت بتنزل بموتور 1600، غيرت لها سيستم 1800 تربو. 1800 تربو ستوك بتاع الجيل صح؟ ستوك جولف 4 عادي. تمام. 150 حصان. عدلت فيه داون بايب 3 بوصه، ستريت بايب 2.5 بوصه. اوكي. وانتر كولر. احنا شايفينه. وتروم باسبور. طب الاول نتكلم، هتطلع قد ايه كده في الاخر؟ هتطلع 245 كرانك و200 ويل. ارقام كبيره، ارقام كبيره. طيب ونقل حركه يدوي، انت نقلتك عامله ايه، سريعه ولا بطيئه؟ دي فيها يعني فن جامد. هنشوف بقى. هنشوف مش كده؟ طيب احنا شايفين الانتر كولر من تحت اهو. طب افتح لنا بقى الموتور نتفرج، وتشرح لنا بقى واحده واحده، وتراعي ان في ناس كتير ما بتفهمش كل الالفاظ، فبلاش اكواد بقى. تمام. اللي هو تقول لي فيها الاكس واي زد ده مش هينفع معانا. اولا انت مركب لها مساعد، ودي حاجه انا بحترمها جدا مش كده؟ ده فيها اير انتيك و... استنى نشرح للجماعه. ده اير انتيك، ده كان اند ولا ايه؟ سيموتا. اوكي. ده اير انتيك كبير قوي. بلو اوف اتش كيس اوريجينال. مباين ار 8. ار 8 حاجه هايله. اوكي، عشان دي يا جماعه بتعمل ايه بقى؟ تعرف تقول للناس المباين؟ المباين ما بتديش ميس فاير كتير. بالظبط. المباين واسرع كمان، ممكن تجنريت طاقه اكتر يعني. وحلوه دي. وادي الانتر كولر من هنا. بس انا عاجبني انه كل حاجه كمان راكبه حلو، يعني الموتور شكله حلو. الحمد لله يعني هو مرصوص صح. تمام. تمام. مستعد تجرب؟ هنجرب التسارع في الشارع المقفول. العربية برضو صوتها عالي على الطريق، فهنجربها هنا في تجربة تسارع ونشوف هتأدي ازاي. جاهز؟ جاهز. يلا. لحظة واحدة، وقف الفيديو ده واعمل بوز في الحتة دي. دي مجموعة اكواد التخفيض اللي بقدمها لكم لنون مصر والسعودية والامارات، رانين لمصر كمان، ودايما عندهم تخفيضات كبيرة، ولو استخدمت الكود ماجد ده جديد، وامريكان ايجل بيدوا تخفيضات لمصر 15% لو استخدمت الاكواد دي، وكمان فورديل بيدوا 20% خصم لو استخدمت الكود بتاعي للسعودية، الكود اسمه ماجد. هنشوف رفيق جاهز ولا لا. استنى يا رفيق. جاهز يا رفيق ولا لا؟ انطلق يلا. صباح الفرق، يا نهار ابيض. راجع. عامل التسارع كام؟ 7.62. تجرب كمان تجربة؟ كمان. ماشي، ما تفرقش قوي، انت فرقت زيادة هتضرت. تمام. طيب جماعة، هندي رفيق مرة تانية عشان يحسن، وفرق جامد قوي، تعالوا نشوف هيحسن ولا لا. يلا يا رفيق انطلق. احسن احسن بكتير. Hundred.
وصل. بفكركم انا لسه ما اعرفش النتيجه، انتوا شفتوا النتيجه، هنشوف هل حسنت ولا لا. شكله كده مبسوط وبيضحك. افتح الباب يا عم، افتح الباب، شيل الشنطه حطها ورا. ايوه تعالوا نشوف ايه الاخبار. تعالوا نشوف عملت كام. 7.46 حسنت. طيب يا رفيق، العربية بتفرق جامد جدا، واضح ان انت التيون. خدوا بالكم العربية طبعا تيون، دي بتطلع ارقام كبيرة قوي على العجل الامامي، وطبعا لو كانت نقل حركة اوتوماتيك كانت الدنيا فرقت معاك جامد جدا. دي اس جي كان هيفرق جامد. دي اس جي انت كنت بتتكلم في تحت الست ثواني يعني، بس طبعا محتاجة بقى لونش كنترول عشان يحاول شوية يسيطر على الفرق. خد بالك انت كده بتتكلم في المدى الاقصى بتاع العربية اللي عليها هورس باور امامي، يعني بتتكلم 270 يعني الارقام اللي انت بتتكلم عليها دي على الدفع الجار الامامي عاليه قوي، بتعمل فرق بس كتير. في حدود يعني، انت بعد كده عايز تقلب اول ويل درايف، عايز حاجتين، ولكن انا شايف ان هو رقم محترم جدا. 746 رقم حلو، واللي انت عامله في العربيه حلو عاجبني، لانه كمان مش باين عليها انها سليبر. طبعا هي دوب دلوقتي هديت وبردت التربوز كده، العربية سليبر مش باين عليها أي حاجة، بس خدوا بالكم منها لما تلاقوها على الطريق. العربية دي سريعة وطلقة برضو، خدوا بالكم مانيول، فهو عنده سيطرة كاملة. رفيق مرسي جدا. شكرا. ولو عجبكم الكلام ده ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا جرس التنبيه عشان لو مش عايزين تفوتوا أي تجربة تسارع زي دي. يلا سلام. لحظة واحدة، وقف الفيديو ده واعمل بوز في الحتة دي. دي مجموعة اكواد التخفيض اللي بقدمها لكم لنون مصر والسعودية والامارات، رنين لمصر كمان، ودايما عندهم تخفيضات كبيرة، ولو استخدمت الكود ماجد ده جديد، وامريكان ايجل بيدوا تخفيضات لمصر 15% لو استخدمت الاكواد دي، وكمان فورديل بيدوا 20% خصم لو استخدمت الكود بتاعي للسعودية، الكود اسمه ماجد. الحق عروض نون بتاعت باك تو سكول. نون عاملة عروض كتيرة جدا الفترة دي عشان باك تو سكول. ممكن تستخدموا الاكواد بتاعتي ام كار ماجد 10 ماجد 50 نون 20 نون 21 نون 22، وكمان الاكواد دي شغالة في مصر والامارات والسعودية.